ماشيين في عز النهار رايحين عند قريبنا نتجمع على الفطار بعد الفطار راجعين ماشيين على كوبري عباس واحد بيجري بيقول لنا مش رجعوا ده في ضرب رصاص ما عملناش اي حاجه غير ان احنا طلعنا نجري سمعت صوت الضرب لقيت اخويا واقع على الكوبري بقومه عشان اشيله لقيته متغرق في دمه في وسط اخواته وامه كان ضربه برصاصه وجت في قلبه شلته وجريت في الكوبري مفيش عربيه عايزه تقف وقلبي بيدق بسرعه مستني اللحظه المناسبه انه يقف ولقينا عربيه وقفت وخدتنا بسرعه القصر العيني طول الطريق عينه في عيني كانكم بيودعني وبيشتكيلي وصلنا مستشفى ربنا لوحده اللي كان عالم بحالنا اول ما دخلنا الدكاتره قالوا لنا معلش احنا خلاص قفلنا اتصدمنا في مكاننا ما كناش عارفين ننطق ولا كلمه بسبب دوله جحده اخويا مات وراح عند اللي احسن منا عبدالله مات شهيد بالغدر والخيانه عبدالله مات شهيد في زمن الاهانه عبدالله مات شهيد بدم بارد في بلده عبدالله مات شهيد بس حقه عند ربه سمعت جزء من الحكاية وعرفته ضحايا الكلاب اخويا 11 سنة اتقتل باسم مكافحة الارهاب اخويا مات بدم بارد بره رموته بالسياسة عشان شعار الدولة الاساسي النجاسة عايشين في زمن غدر وهي دي بقت الخلاصة بعضهم عن ربنا خلى توصل بيهم الوساخة ان طفل وسط اهله وضرب رصاصة من قناصة ولما دخل المشرحة واتشرح قالوا مش لاقيين الرصاصة ده بتخبي الرصاصة ليه اكيد انكم عارفين انها الدليل ما هو مش غريب عليكم اصلا انتوا ليه البيادة عبيد والاخوان عمالين يخربوا في البلد والشرطة ليهم بتبيد اتنين اوسخ من بعض بسببهم اخويا يا مات شهيد فهموني طب قولولي لحد امتى هنفضل ساكتين على حق اخواتنا اللي بنسبح وبنلاقيهم مقتولين في الاخر اخويا مات ودمه سقى النيل وكل اللي هقدر اقوله حسبي الله ونعم الوكيل عبدالله مات شهيد بالغدر والخيانه